مين هاي الصبية أبو جميل؟ فضيلة بنت صاحبي التاجر أبو عادل، توفت أمه وهو ما عاد صاحب نوم. إيه والله والنعم منه ومن أهله. المسكين إجوا جماعة نصابين نصبوا عليه وأخذوا له كل أمواله وقتلوا له مرته. يا لطيف على هالحكي. ومو بس هيك، هو شاف حاله صار معه هيك إجته السكتة. وما؟ لا، غاب عن الوعي. الله يعافيه يا رب. وفضيلة رح تضل عنا لحتى يصحى أبوها. يا ميت أهلا وسهلا، بس يعني ما بيصير يا أبو جميل. أم جميل، إنها سوابة، وين بدها تروح البنت؟ إيه أنا معك، بس مو بيجوز يعني ما. خلص، بدها تضل عنا مثل ما عامل لك. والله يرضى عليكي، خديها على أوضتها. إيه تفضلي حبيبتي، تفضلي، تفضلي. هن كلمتين ورد غطر، ولا بتفتحي تمك بحرف فضايح ما بدنا. إيه لا والله، أنا سكت كل هالفترة هي كرمال أمي ما تزعل، وقلت يا بنت بعيدة وما رح تدرى فيها، بس تجيبها لعنا على البيت. إيه والله ما رح أسكت لك. لك لا، بدك تسكتي وتسدي نيعك وغصما عنك، فهمتي ولا ما فهمتي؟ والله سكوتي هالمرة حقه غالي يا بي. حقه غالي على رأسي. هاي هدول، وكل جمعة إليك قدم منه. ماشي الحال، روح شوف بدر الدجا. قبل ما تشوفي بدر الدجا، يا ويلك من ظلام ليلك إذا بسمع منك حرف أو كلمة، فهمتي؟ يلا روح. اوعك اوعك تقولي اختي مرة تانية. فكرتك حتكوني مبسوطة وما صار عندك أخت مثل ما أنا انبسطت. والله لو كان عندي أخت من أمي وأبي كنت رح حبك كتير، بس أنت بنضرتها لأمي يلي خربت لبيتها كل حياتها. بس يا أختي أنا. لا بقى تقولي أختي، أنت من يوم ورايح شقفة خدامة بهذا البيت، وإذا بعرف أو بدرة إنك عم تزعجيها لأمي بحرف، والله والله لا تشوفي شي بحياتك ما شفتيه. عمي هدول من الشيخ ابو لطفي، وهدول من ابو حمدي، وهدول من ابو نزار. هلا البقيه قال ما معهم مصاري، اعطونا كمبيالات. ابو جلال كمبياله، وهذا ابو ماهر، وهذا بتعرفه ابو فتحي عسى من يوم يومه كمان كمبيال. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، خلي لنا اياه. تكي جايك. ايه خذ راحتك. مسيك صهر، هاي حسابات تجار، بكره من بكير بتعطيهم اياهم الله يرضى عليك. ان شاء الله بامرك. انا بتوصينا بشي تاني؟ او تغدى عنا غير مره ان شاء الله. يلا بخاطرك، سلام عليكم. الله معك سهر. الله معك. يا فضيلة خانم قومي شمستك عالية، خلصيني قومي عنا تعزيل. يا خانم إذا بتحبي تفيقي. يا ست فضيلة، يا ست الحسن والجمال. إيه ما بدك تفيقي؟ هيك يا ابي بدل ما تجازيها إلها؟ جازيها إلها؟ شفت كل شيء صار،
كبيتي الصينية قصداً وعملتي حالك إيدك عم تحرق؟ أخي يا كذابة أه؟ إيه مزبوط أنا عملت هيك. ليش؟ لأني تعبت منها ومن سرها اللي حاملته جواتي كل الوقت. حملتك كتير ها؟ ما عاد قدرت أتحملك أبداً. آخر مرة بتعملي هيك ها؟ ها تعطيني ليرتين ذهب؟ لأعطيكي ليرتين ذهب، وآخر ليرتين ذهب لأعطيكي إياه، بتبطلي لي إياها هالعادة. هي ليرتين ذهب. شوفي بدي اطلب منك طلب واحد، هلا بتحملي ضرب طريقك وبتروحي بتستسمحي من اختك وبتقولي لها انا بعتذر منك واسفه منك. ايه ما فشرت بنص عينها. هاتي الليرتين، هاتيهم. خلص ماشي الحال ماشي الحال. يلا. خد هالليرتين مني سعيد. ايوه. وانتي منين جبتيهم لهدول ليرتين؟ من ابي، ولسه رح اجيب لك اكثر منهم بكثير، بس انت فرش لي هالبيت فرش ما صار مثله بالشام ونتجوز بقى. يعني ابوكي بيعرف انك انت عم تعطيني هدول؟ لا، وما في لزوم يعرف. شلون يعني ما فهمت عليكي؟ طيب ليش هو عم يعطيك اياهم؟ مشان سكر تمي على يلي بعرفه. ليش انت شو بتعرفي؟ أبي متجوز على أمي. إيوه. وعنده منا بنت، جابها سكنها عنا بالبيت، قال شو؟ بنت رفيقه المريض بالخستخانة يا علي. يعني أنتِ عندك أخت؟ إي، بس تضرب هيك أخت إجتني. ليش شبهها يعني ما لها منيحة؟ حرام، هي منيحة، بس بتضل بنت ضرتها لأمي يعني، مع إنه أمها أكبر من أبي بكتير. يعني والله أنتِ لحد جننيني. ليش أبوك متجوز وحدة أكبر منه؟ ما بعرف، بس يلي بعرفه إنه أمه غنية كتير، كل ورثتها راحت لأبي وأختي. عينك تشوف أختي، عندها ذهب ما في مثله بكل الشام. بس شو أخت؟ إيه والله ما بيطلع لتكون إلا خدامة عندي. بكرة رح أنزل أنا وأمي على السوق مشان جهازي وأترك لها أوضتي تعزلها. بدك شي؟ أنا ما بقى فيني طول، رح أشتاق لك. الله معك، الله معك. ديري بالك على حالي. بدك تعطيني ذهباتك كلياتهم احسن ما اروح افضحك عند امي وخليكي تتقلعي من بيتنا تقليعه الكلاب. لك انا بعطيكي كل شيء بدك اياه، بس مو مشان ما تفضحيني. انا بعطيكي كل شيء بس لانك اختي. لا بقى تقولي اختي. لا خصما عنك انا اختك. ما رح اقبل، ما رح اقبل فيكي. رح تقبليني ورح تحبيني مثل ما انا رح حبك. هلا بدك تعطيني الذهبات ولا لا؟ بعرسك بلبسك ياهم. هلا بدي ياهم. لك شو بدك تقولي لامك؟ ما عليكي، انا ما بلشي. مالي اعطيتك شيء. ايه معناتها انا رح اروح لعند امي واحكي لها كل شيء، وإلي بقى. ايوه. يعني انت عم تعملي كل هاد مشان مصلحتك، مو مشان خوفك على امك. لا. أنا خفت على أمي كتير ومشان هيك ساكتة. واضح. أنا أهلين. مرحبا مرت عمي. أهلين صهري. أهلين، شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. دول الخراب بعدهم عمي. ايه سلم ايديك يا رب، سلم ايديك. تفضل سوري. لا غير مرة بدي روح والله مستعجل. يا ميت اهلا وسهلا، سلموا. الله يسلمك. Thank you.
يا قليل الوجدان وعديم، شغلتك عني وأمنتك على رزقي ورح جوزك بنتي، وبالآخير بتفوت لوسط بيتي بدك تسرق؟ بدك تسرق يا عديم الوجدان؟ امشي معي، امشي معي على الكركون، امشي. ولك شيل ايدك، ما رح تقدر تاخذني على الكركون. لك بدي اخذك ورجلك فوق راسك، وبدي خلي الناس كلها تشعوطك تشعوطك. ولك عم اقول لك ما رح تقدر. عم تتحداني؟ ايه. تعرف ليش؟ ليش؟ من شان سرك، سرك المستور. انت فهمت علي؟ هيك لك ام جميل، انا كنت متجوز عليكي وفضيله بنتي، بس لحلك شغله صغيره. حرمتي ابوها كان البيك اللي كنت اشتغل عنده، وقبل ما يموت باربع خمس ايام خاف على بنته وترجاني اتجوز بنته مشان ما تضيع، لانه في كثير ناس كانوا طمعانين فيها. بعرف. تعرفي؟ الله حي الاصل تبعك. طلق بنتي، طلق بنتي. عندي طالق، طالق، طالق. وهلا امشي معي على الكركون.